الإخوة الأخوات في مؤسسة سبع سنابل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، كما ترون نحن قمنا بتعبئة وتجهيز وإعداد 300 طرد من الطرود الغذائية التي تبرع بها الأخوة الأفاضل في المملكة المتحدة من خلال مؤسسة سبع سنابل. كما ترون الطرد الغذائي يحتوي على كيس من الدقيق وزن 25 كيلو، بالإضافة إلى 4 من العلب من المعكرونة، 3 كيلو من الأرز، قالون 3 لتر من الزيت النباتي، 2 كيلو من الشعرية، كيلو ونصف من الفاصوليا، وكيلو ونصف من الفول، وكيلو من العدس، وعلبة الصلصة البندورة، بالإضافة إلى علبة السمنة. هذا هو الطرد. سيتم توزيع هذه الطرد بإذن الله رب العالمين على الفقراء والمحتاجين والمعاقين والمرضى من السكان الذين يقولون في محافظة شمال قطاع غزة. باسمي ونيابة عن هؤلاء نبلغ لكم بأجمل آيات الشكر والتقدير، ونقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وتقبل الله منكم هذا العمل، إن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأفاضل في جمعية السبع سنابل، كما ترون اليوم سنقوم بتوزيع الطرود الغذائية على الأسر المحتاجة الفقيرة. بارك الله فيكم جزاكم كل خير. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم جزيل الشكر إلى جمعية سبع سنابل قدمت لنا الطرد الغذائي وكيس الدقيق، وبارك الله فيهم وجزاهم الله ألف خير. السلام عليكم. نحن نشكر مؤسسة سبع سنابل لتقديم هذه الكابونة الغذائية وكيس الدقيق هذا اللي اجن في وقت الملائم. نشكرهم جزيل الشكر، بنقولهم إن شاء الله في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم وجزاك الله كل خير. شكرا لكم.